رياضة. والسؤال هو كم عدد المشاركات التي شارك فيها المنتخب الألماني في كأس العالم لكرة القدم؟ المنتخب الألماني اشترك كم مرة في كأس العالم؟ هي تخمينة، أظن 18 نسخة. أظن 18 نسخة، هي تخمينة ولا إجابة؟ تخمينة أكتر. تخمينة أكتر. هو عدد النسخ 20، ممكن نستبعد منهم 18. اللي بعد الحرب العالمية الثانية على طول، على أساس إن ألمانيا كانت. يعني أنت فكرت وحسبتها آي كيو وقلت خلاص 18 واستبعدتهم مرتين. أحمد عندك إجابة تانية؟ ما عندكش إجابة. 18 نسخة. الهدف الأول، 18 مشاركة فعلا. برافو عليك يا محمد.